السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالصرف والتحويل من مرجع المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي تحت عنوان الاسم الجنس والعدد. إذا لنبدأ مع فقرة ألاحظ وأكتشف. أصنف أسماء صديقاتي وأصدقائي في الجدول حسب كل مجموعة. إذا مجموعة الذكور، إذا نقول هذا ولد مثلا مذكر، أو هذه بنت إذا للمؤنث، إذا مجموعة الإناث. إذا هنا سنكتب الأسماء، مثلا أحمد، مثلا كمال، خالد، محمد إلى غير ذلك. وهنا سنكتب مجموعة الإناث، مثلا مريم، فاطمة، مثلا هبة إلى آخره. إذن سنكتب أسماء الذكور في الخانة الأولى وأسماء الإناث في الخانة الثانية. إذن الآن سنكتب عدد الأطفال في كل خانة. إذن لاحظوا معي هنا مفرد رسام، إذن هو شخص واحد، إذن مفرد. مثنى اثنان، إذن مثنى رسامان. إذن جمع لاحظوا ثلاثة أو أكثر، إذن هنا ثلاثة أو أكثر. إذن الجمع من ثلاثة أو أكثر. إذا لاحظوا معي بالنسبة للرسامة هنا واحد، بنت واحدة، إذا هنا بنتان. إذا يمكن أن نقول كذلك طفل، طفل واحد، طفلان، مثلا ثلاثة أو أكثر. هنا أطفال، إذا جمع أطفال. وهنا يمكن أن نقول بنت، بنتان، وهنا بنات، يعني هنا اثنتان، وهنا ثلاثة زائد ثلاثة أو أكثر. إذا لاحظوا معي رسام، رسامان، رسامون، رسامة، رسامتان، رسامات. إذا الآن لنستنتج. إذا يأتي الاسم إما مذكرا أو مؤنثا، يشار للاسم المذكر بهذا ويشار للاسم المؤنث بهذه. إذا يأتي الاسم مذكر مفردا عفوا فيدل على واحد أو واحدة، يأتي الاسم مثنى فيدل على اثنين أو اثنتين، ويأتي الاسم جمعا فيدل على ثلاثة فأكثر. إذا الآن لنمر إلى أطبق. إذا لدينا جدول سنقوم بملئه. إذا لاحظوا معي المثنى طفلان، إذا في المفرد طفلون بالنسبة للمذكر، والجمع نقول أطفال. إذن بالنسبة للمؤنث نقول طفلة، في المثنى نقول طفلتان، وبالنسبة للجمع إذن عندما نقوم بجمع الكلمة طفلة على القياس فإننا سنقول طفلات، لكن يعني يشاع استخدام أطفال يعني للمذكر والمؤنث معا، إذن نقول أطفال. مذكر فنان، في المثنى فنانان، وفي الجمع فنانون. بالنسبة للمؤنث في الجمع ممثلات، إذن في المثنى سنقول ممثلتان، وفي المفرد نقول ممثلة. إذن هذا هو يعني الأجوبة، أو هذه هي أجوبة هذا الجدول. إذن يعني بعد ملء الفراغات. إذن أصدقائي بهكذا ننهي هذه الحصة، موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع درس التركيب عناصر الجملة الإسمية. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.